عملت لك كل حاجه، غيرت لك الدايت واكلت، اعمل ايه تاني؟ قولي اعمل ايه تاني؟ خلي بالك البيبي لو قعد يعيط فترة متواصلة أكتر من 3 ساعات في اليوم، وده ممكن يتكرر أكتر من 3 أيام في الأسبوع وأكتر من 3 أسابيع متتالية، مفيش حاجة بتهديه يبقى ده المغص. وتقدري تميزي المغص إن البيبي بيتني رجليه باتجاه بطنه ووشه بيحمر أثناء العياط. المغص كمان ممكن يغير عادات نومه وأكله. أعمل لك إيه بس عشان تهدي؟ ممكن تهدي طفلك بانك تدلكي بطنه وتديله ماء غريب. حاولي تخلي طفلك في وضع قائم وانتي بتاكليه وبعدها عشان بيسهل الهضم. تجشئي او تكرعي طفلك بعد الاكل يساعد على اخراج الهواء اللي اخده طفلك وهو بياكل فبيقلل المغص. كمان انك تحمي طفلك بميه دافيه بيساعدك على تهدئه البيبي. وبكده نبقى عرفنا اسباب المغص وازاي نتعامل معاه. مغص بسبب الغازات، وده بيبقى اعراضه بكاء شديد ومتواصل واضطراب في روتين طفلك اليومي. ممكن تهديه بتدليك البطن او اعطائه ماء غريب او التجشؤ بعد الاكل. علاجه توارد الغازات والمشروبات العشبيه الدافئه بوصف من طبيبك. مع الرضاعه الطبيعيه الام محتاجه تهتم بنظامها الغذائي، لان في ماكولات ممكن تسبب غازات زي البروكلي والكرومب والقرنبيط، كلها ممكن توصل في لبن الام للطفل وتسبب له هو كمان غازات. وأحياناً ممكن نوع اللبن الصناعي يكون هو السبب المغص فبنغيره بنوع آخر. الأطفال في أول 3 شهور بيكونوا عرضة للمغص نتيجة نمو الجهاز الهضمي. عدم نمو الجهاز الهضمي بالكامل عند البيبي من أسباب المغص، أو حساسية من أكل معين، أو التعرض لدخان السجائر كمان بيؤدي إلى المغص. ما تنسيش أن أي أدوية أو أعشاب لازم تستشيري فيها طبيبك. برعاية سودوكريم، يلطف، يشفي، يحمي. إحساس جديد بعيشه بيك، إحساس واخدني وغيرني من غير أسباب، فتح عيني على دنيا تانية، في كل ثانية يفتح 100,000 باب. أحساس